سحبت اليوم السبت بالجزائر قرعة بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، والتي ستقام في الفترة ما بين 13 يناير و 4 فبراير من عام 2023. وأوقعت القرعة المنتخب المغربي الذي سيشارك بمنتخب تحت 23 سنة، وذلك نظرا لحذف المنتخب المحلي بالمجموعة الثالثة إلى جال منتخبات غانا ومدغشقر والسودان. وضمت المجموعة الأولى منتخب الجزائر والموزمبيق وإثيوبيا وليبيا، وضمت المجموعة الثانية منتخبات السنغال والكوت ديفوار وأوغندا والكونغو الديمقراطية، في حين ضمت المجموعة الرابعة كل من منتخب موريتانيا وأنغولا ومالي. أما المجموعة الخامسة والأخيرة فقد ضمت كل من منتخب النيجر والكونغو برازافيل والكاميرون.